تبدو وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي المسيطر الافتراضي الأقوى على حياتنا اليومية، دفعت بجميع معاديها إلى وجود صفحات شخصية أو عامة لديهم ليترافقوا مع معطيات هذا العصر. وقد تمكنت هذه الوسائل من إحداث تغيرات نوعية على المستوى التقني للبرمجيات وعلى مستوى حياة الناس اليومية لتتحول إلى مصدر رئيسي للخبر. باتت وسائل التواصل الاجتماعي تكتسح قطاع الإعلام الذي صار واجباً أن نسميه كلاسيكياً، من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون. ما اضطر الوسائل الكلاسيكية تلك إلى إيجاد منابر لها على مواقع فيسبوك وتويتر وتليجرام وسواها بمستويات مختلفة من التواصل والتفاعل، منها عال ومنها منخفض حسب قناعة الوسيلة بجدوى السوشيال ميديا، وإن أبدى الجميع خضوعهم لهذه التقنية اليافعة. في السياق ذاته، فقد كشفت دراسات حديثة أجرتها مراكز بحوث عالمية أن العالم تحول للاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر أول لمعرفة الأخبار بدلاً من وسائل الإعلام التقليدية.